وهلأ مشاهدينا بفقرتنا الثانية لليوم رح نحكي عن فريق مجتمعي نهضوي تطوعي متكامل يتبنى فكرة إعادة إعمار البشر قبل الحجر والشجر. تمام رولا، وهذا الفريق تسميته فريق إعمار التنموي، ورح نتحدث أيضا عن مبادرة مختلفون لكن مبدعون، وهي تعد عطاء مستمر لإفادة المجتمع وتعزيز مهارات الشباب. للحديث عن هاي المبادرة معنا اليوم الأستاذ محمد زنزور، قائد فريق إعمار التنموي. يسعد صباحك أستاذ محمد، وأهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. طبعا خلينا هيك بالبداية نحكي عن الفريق، نتعرف أكثر عن هذا الفريق. تماما. هلا احنا مثل ما حكينا عن موضوع انه اعاده اعمار البشر، فنحن بالتالي وقت هذا الفريق تبنى هيك فكره فلازم يكون في عنا اشخاص مؤهلين اصحاب كفاءات عاليه لحتى يبلشوا يسموا بهذا الموضوع، ولذلك نحن اليوم نعتمد على الكم والنوع. اليوم نحن وقت عم نحكي عن فريق اعمار يلي يتبنى هذا الموضوع، فهو تقريبا اليوم تعداده 120 شخص. الملفت فيه انه 80% منهم هن أشخاص استشاريين أو مدربين أو أساتذة وأنسات. من إمتى بلشتوا بهي الفكرة؟ كيف بدأت الصورة بذهنكم توضح أكثر؟ تماما. هلا الانطلاقة الرسمية كانت لفريق أعمار التنموي بشهر 10، بالتحديد 24/10/2017. خلال سنة 2017 أو تتم تبعه وال 2018/2019 اشتغلنا بالتعاون مع جامعة دمشق ممثلة بمركز التوجيه المهني والأمانة السورية للتنمية على وجه التحديد منارة باب شرق المجتمعية. طبعا بعدين توسعنا لعدة منارات، ولكن خلال هدول السنتين اشتغلنا مع هاي الجهات بفئة الشباب، دربنا ما يقارب 1500 شاب بعدة اختصاصات، كونوا المدربين مثل ما حكينا اللي هن ضمن أعمار كمان بعشرات الاختصاصات. طب خلينا هيك يعني نعرف أكثر، نفهم أكثر. يعني أنتوا قلت لنا 120 شخص، في عندكم مدربين، في عندكم استشاريين، في عندكم عدة اختصاصات. يعني خلينا هيك نوضح، يعني لحد هلأ هيك الفكرة ما لها كتير هيك واضحة تماما بالنسبة لنا. خلينا نحكي 120 شخص شو بتعملوا، المدربين شو بيعملوا، المستشارين شو بيعملوا. تماما. هلأ احنا بالنسبة في عنا احنا القسم التدريب فيه ما يقارب 60 مدرب. هدول الأشخاص هنا مؤهلين كل مين بمجاله، ممكن يكون المهندس، الطبيب، الاقتصادي، فكل مين بيدرب ضمن اختصاصه للطلاب المستهدفين، يعني هن عم بيكونوا مثلا مدرب خاص لفئة الاقتصاد، لطلاب الاقتصاد عم نتوجه بالدرجة الأولى. تمام. اليوم التدريبات اللي عم تتقدم هي مهنية. يعني اليوم بدنا نوظف احنا المعلومة الأكاديمية اللي عند الطالب بما يلائم بيئة العمل على أرض الواقع، فنحن هون عم نكون موجودين. التدريبات هي عم تكون ما بين ال 20 لل 120 ساعة. الملفت هون انه ممكن احد الاشخاص يسال كم المدربين اليوم من وين عم يجي ضمن اعمار؟ يعني انا اليوم ممكن اعتبره انه هو اكبر تكتل لمدربين محترفين بدمشق. اليوم نحن في عنا طريقتين لاستقطاب هدول المدربين. في عنا الفئه الاولى يلي هي نحكي لهم شو هي اعمار، شو الاستراتيجيات اللي عم نتبعها، فهن عم يحبوا الفكره، تمام؟ هي الرساله عم يتبنوها، بالتالي عم يتطوعوا ضمن اعمار. في عنا الجانب الآخر يلي هو نحن كيف ننقل الأشخاص المتميزين ضمن اختصاصاتهم كطلاب جامعيين لحتى يوصلوا لمرحلة إنه هن أشخاص مدربين. تمام. هلا هذا بخلينا نسال اكثر، يعني نحن لما عم نقول فريق كامل وفيه هذا العدد الكبير من الاستشاريين والخبراء والمتدربين، طريقه التواصل دائما عم تكون مثلا عبر الوسائل الالكترونيه، انتم كيف نشرتوا هي الافكار؟ مراكز التدريب اللي عم تتبعوها، حتى البرامج التدريبيه اللي تم وضعها، قديش استقطبت عدد كبير من هدول الناس، وكيف كانت تقبل يعني المجتمع المحلي والبيئه بشكل عام لهي الدورات؟ نحكي اكثر عنها. تماما. هلا احنا من البدايه وقتها بلشنا بالتعاون مع جامعة دمشق مركز التوجيه المهني، تقدم لنا هناك مكتب ضمن المركز، فكانت اجتماعات الفريق غالبا عم بتكون هناك. بعدين وقتها توسع الفريق وطلعنا كمان لنشتغل مع الأمانة السورية للتنمية وعدة جهات أخرى، فصار بقى بدنا هون نعتمد على المواضيع الإلكترونية. فاليوم نحن أغلب تواصلنا عبر الإيميل كأفراد فريق، اجتماعاتنا بتكون بشكل دوري، بتنعرض التقارير شو اللي صار خلال هذا الشهر، كم متدرب، كم عدد التدريبات اللي حصلت، ونحط الخطط كمان بين بعضنا. الملفت كمان للنظر ضمن فريق أعمار التنموي، وبكل صراحة يعني احنا وقت كنا عم نحكي عن انطلاقة الفريق قبل منا بشوي كان في شيء بيشبه التحدي بين أعمار وبين عدة جهات، منهم ثلاث منظمات دولية وإحدى الوزارات، حتحفظ أنا اليوم على الأسماء تبعهم.
اللي حصل بوقتها انه احنا عم نطرح استراتيجيه لحب يتبع فريق لحب ينطلق قريبا اللي هو اعمار. فكانت وجهه نظرا انه هذا الفريق 3 أشهر اكثر من هيك ما حبيستمر. وكان بناء هي الفكره او وجهه النظر بالنسبه لالون على انه انتم ضمن استراتيجياتكم انه رح تبقوا اول سنتين بدون اي تمويل ولا من اي جهه. فانه كيف رح تستمروا؟ المدرب اليوم يلي هو رح يدخل على اعمار، طب رح يعطي تدريب اثنين وبعدين. فلحنا خلال هدول السنتين، وهلا نحن صرنا سنتين ونصف تقريبا، ف مستمرين من شخص ل 120 شخص. حلو. من ولا اي مستفيد كان بالبدايه ل 1500 مستفيد يلي هن كانوا بفئه الشباب بتدريبات احترافيه مجانيه تماما. بعدين انتقلنا حاليا عم نشتغل على فئه اليافعين باحدى المبادرات مع الامانه السوريه للتنميه اللي هي كيب اب، وحاليا انتقلنا لفئه جديده يلي هي عم نشتغل معاهم ذوي الهمم اللي هي كانت بقى اخر المستجدات باعمار بفعاليه يوم الخميس اللي كمان يوم رح نحكي معها. يعني انا لفتني حديثك يعني على موضوع التمويل وموضوع حتى التشاركيه بين كل الاطراف لحتى نقدر نوصل لتحقيق هي الاهداف. تمام. لكن موضوع كتابه الاسم، يعني نحن عم نقول مختلفون لكن مبدعون، من وين اجت هي التسميه؟ شو الهدف منها؟ هلا هي كان في نقاش حول هذا الاسم، انه من وين الابداع؟ طب انه هو ذوي الهمم يعني اوكي. نعم. ولكن بكل صراحه اللي نزل على فعاليه يوم الخميس شاف بعينه انه هدول الاشخاص عندهم شيء ربما الاشخاص العاديين او الطبيعيين تماما هن ما عندهم اياه. نعم. طب خلينا نحكي مبادره يوم الخميس، شو كنتوا عاملين فيها؟ شو كنتوا مقدمين فيها للي ما حضر مشان يعرف شو كان موجود؟ بركي بيتشجع بقى وبيجي على فريقكم. تمام. بالنسبه لحنا لفعاليه ذوي الهمم اللي كانت يوم الخميس السابق، الفكرة بشكل عام أنه نحن نجمع أكبر عدد ممكن من الجمعيات أو الفرق التطوعية اللي هي عم تشتغل مع هي الفئة لحتى هن يتبادلوا الأفكار، يتبادلوا الاستراتيجيات، الأدوات اللي عم يستخدموها لحتى يطلعوا بالنهاية بنتاج إيجابي. الفكرة نحن وقت قلنا لهم تفضلوا على هي الفعالية ولكن بدنا تجيبوا لنا نماذج عملية. يعني شخص ما كان مثلا نطقه سليم نفترض ولا ب10% أنتوا اليوم بعد الاستراتيجيه اللي تبعتوها معه صار والله 30 او 40%. وبالتالي كل جمعيه او كل جهه اجت فاجوا معهم نماذج عمليه، هذا الشيء كان عاطي صدى اكبر للفعاليه وكانت مثمره حقيقه. تمام. يعني هلا انتم بداتوا بدمشق واكيد يعني في خطط لحتى نتوسع لنطلع لبقيه المحافظات السوريه. نتحدث ايضا عن البدايه، اتفقنا انها هي فكره صغيره وبعدها نحن توسعنا لحتى نشمل عدد كبير من الاختصاصات ومن الخبراء. الخطط هلا اللي واضعينها للمرحله القادمه، شو المبادره القريبه اللي هلا حابين انكم تدعوا عليها المجتمع بشكل عام؟ هلا بالنسبه احنا لنا اليوم وقتها عم نحكي عن فئه الشباب اليافعين، وهلا بقى بدنا نحكي عن الاطفال مع التركيز كمان مع الجمعيات والجهات اللي اليوم هن شركائنا بالهدف مثل ما قلناها بالفعاليه. بدنا نشتغل على موضوع ذوي الهمم. الملفت كمان نحن بالفعاليه اذا بدي ارجع لها شوي، انه بعض الجهات هن اجوا من حمص رغم الاحوال الجويه اللي كانت يوم الخميس. بعض الجهات اجوا من ريف دمشق. حلو. فهي التكوينه وجهات النظر مع اختلاف البيئات خلينا او المحافظات ولدت لنا بالنهايه نتائج جميله جدا. حلو. طب يعني انت هيك اليوم يعني اعطيتنا هيك شويه تفاؤل، انت كيف شايف بعد ما انتم سنتين استمريتوا بالفريق في مبادرات لكم، كانت مبادره من كم يوم، كيف شايف يعني نحن بحاجه بهي الفتره فعلا لاعمار تنموي، نحن فعلا بحاجه لهذا الشيء، كيف نظرتك بشكل واقعي؟ ما بدنا نكون هيك يعني خيالي او هيك، بدنا بشكل واقعي كيف شايف حيكون فعلا هي المبادرات وكيف رح تاثر فعلا بمجتمعنا؟ هلا بالنهايه نحن اليوم وقت بدنا نحكي عن الامل فبدنا نحكي عن عمل. اكيد. فلهيك نحن بالنسبه لنا ضمن اعمار بنقول النيه لا تكفي، الجميع اليوم بده انه احنا بدنا نتفائل، بدنا امل، بدنا نطلع او بدنا ننهض بالواقع المجتمع اليوم، ولكن الكل عم يأمل، الكل عم يتمنى، ولكن بدنا العمل. ونحن اليوم عم نجسد العمل من خلال فريق أعمار التنموي. إضافة إذا بنحنا نحكي عن وجهة نظري بموضوع الأمل اليوم. أنا على طول بقول يمكن حتى بيسألوني تبعت إنه أهلك مسافرين وأنت وحيد، شو مخليك بعد 5 سنين من سفرهم موجود بالبلد؟ فأنا قلت بالفعالية يوم الخميس وبعيدها هلا، في رابط ما بين أهلي ومحمد
والبلد اللي هو شيء اسمه الامل. وهو شرط بيني وبين اهلي تبعت انه طالما في امل اليوم واعمار ماشي بالبلد فنحن انا بقيان هون. فلذلك وجودي اليوم هو الجواب انه انا بالنسبه لي الى الان في امل وان شاء الله هذا الامل طب محمد هذا بالنسبه لك، بالنسبه لباقي الشباب كونه انتم عم تاخذوا فئه شباب، وهذا سؤال رح يكون اخير لك، كيف تمام. شايف وضع الشباب فعلا؟ يعني دائما الشباب عم بيعانوا من كثير امور، يعني بنعرف شو هي الاقتصاديه الماليه وما الى ذلك، كيف عم تشوف وضع الشباب هلا كونه هي مبادرتكم مثل ما كنا عم نقول انه هي للشباب لفئه الشباب حصرا؟ هلا بصراحه نحن اليوم الشباب عم نشوف انه ما في حل وسط، يا اما هو فاعل الامل تماما او هو عنده الامل والشغف وعم يسعى قدر الامكان لحتى يشيل بواقعه بحاله وبواقعه. فاليوم نحن ما بنقدر نقول انه الا هو موضوع وعي، هو موضوع ايمان، هو موضوع فعلا امل وعمل. الشخص اللي هو عنده عمل هو فعلا عم يتحرك فهو عم يلامس هذا الامل. اما الاشخاص اللي هنا ما عم يتحركوا ففعلا ما عم يشوفوا الامل. نعم، يعني هو دائما موضوع التحدي وموضوع صحيح. الإصرار على بناء العقل، بناء الذات وحتى تطوير المهارات، هذا الشيء اللي نحن عم نبحث عنه دائما بين فئات الشباب وحتى نستفيد من الخبرات السابقة، كل هذا الموضوع لحتى نقدر نعمر البلد ونكفي بمسيرة التطوير. أكيد الأستاذ محمد زنزول قائد فريق أعمار التنموي، بدنا نشكرك كثير على هاي المعلومات وعلى الإضاءة على هذا الفريق، ونتمنى لكم التوفيق دائما بكل مبادراتكم، وندعو مختلف فئات المجتمع أيضا للانضمام لكم. يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك. الله يعافيكم، صباحكم خير.